مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم. أهلا وسهلا بكم في هذا الوثائق الجديد من السلسلة لا كازا ديال سبور. عدد اليوم سيكون مخصص للاعب تحدى الصعاب والعقبات من أجل تحقيق حلم طفولته. بدأ مشواره الكروي من مسقط رأسه، أين تحصل مع أولمبي شلف على أول بطولة محترفة قبل أن يخوض تجربة احترافية تكللت بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية. مشواره في المنتخب أيضا كان مميزا باعتباره واحد من أبرز الهدافين في تاريخ المنتخب. نعم، إنه هلال عربي سوداني. ستكتشفون في هذا الوثائق المثير قصة نجاح هذا اللاعب، تابعوا معنا. السلام عليكم، نشكركم أخ عمر وأخ زهير على هذا الوثائق اللي حيديروا عليا. صامي في إنمو بليزير، ان شاء الله نفوتوا الوقت احسن ان شاء الله. صراحه انا كره قدم بالنسبه لي اكثر من مجرد لعبه، بدون فلوس بدون اموال بدون ولا شيء. انا نحب كره قدم. انا لحد الان نقدر نشوف 7-8-10 مقابلات في النهار، ما عنديش مشكل. نحب كثير كره قدم. انا ملي كنت صغير كنت نبغي كره قدم. هلال بدا نقول كي يقلع يقيس رجليه بدا يلعب، كان مازال بلاكوش يلعب البال. وني عقله كنا في لا سويس، كنا عند عمو، كي بدا يمشي دخلنا المكازان باش نشرو لي جوي. مرت عمو دخلت قالت لي نشرو جوي للهلال، بالخص هي اللي سماتو هلال. كي دخلنا كامل دوك لي جوي باش يشوف، روح ديريكت ابتي بالو، جابتك رفد داك البالو ورفدو. خزرتني قالت لي خليه متنحي، بغيت نحيه له قالت لي خليه له. خليت له داك البالون تاعو، دينا للدار. شوف غير دخلنا للدار بدا يلعب. هذه مرت عمو قالت لي الله يرحمها، قلت لي هذا يخرج لك جواغ دو فوت. انا صغير قلت لي اني نقول لك. إلا كان صغير اللي تدوي من صغر كان يطلع في السكاليات في السطح ويجونغلي، وجونغلاج يهود يمشي مهود في لي مارش ويجونغلي. خطرة قاعد عند الدار سبحان الله زهر. ذاك الوقت كنا صغار كنا نلعبوا البي، شتي ذاك البي هذاك عند دارنا، كان داير حافرين ترو ونلعبوا. هيا فات جاري عبد القاح الطابي الله يذكره على خير زهر. انا كنت اونغانيزي لي ماتش، ندير لي تورنوا، ندير لا هكا نشوف نلاحظ لي جوار نتبع. هو اكتشفته هنا في الحي عروج، في الشارع هذا، في الكارتي هذا. شفت عنده موهبة مليحة. قال لي هلال لونترينر أحمد بكراري، قلنا بلي على بالي في الكارتي تاعكم، حنا في الكارتي مسكنوس مستي عروج، سما الكارتي تاعنا معروف، كاين لي جوار اللي يلعبوا الفولي، كاين لي جوار اللي الكارتي تاعنا خرج بزاف لي جوار. شبنا عنده موهبة، عنده مهارات. اتصلوا بيا تاع الفريق أولمبي جلف، المسؤولين المدربين، اتصلت معهم وراح مشى عند المدرب. جا لي عمي عبد القاه قال لي هلال واش رايك الاثنين نحشيه تروح. شفت هكا قلت لا نروح على ربي. صراحة والله رحت، السلام عليكم مع أحمد بكراري أو المدرب تاعي الأول. قلت له عبد القاح الطابي هو اللي بعثنا عندك. قال لي صح وليدي. قال لي شو تلعب أنت؟ صراحة والله ما قلت له أنا جوشي والماركي، بس ما على باليش أنا شو تلعب أتاك ولا أي. قال لي ما نروح أجوش. ذاك العام 98 99
درنا اون سيليكسيون تاع 15 جور في الستاد تاع بومزراك. الشيخ مروان كان هو المدرب الرئيسي، ولي الشيخ نحيوه بالمناسبه وتعلمنا كثير معه، الشيخ مروان مكريطار. هلال السوداني اسمو مولاي سي بريزونتي افيك ان اوتر جوار هو زهير مشتا. دخلنا هكذا لعبنا لاكسيون الاولى ماركيت حسين كيما دور كيما يقولوا نقولوا بكري ماركيت بالصبع ماركيتها بالصبع عاود ترجع شافني قال لي خلاص انت خرج خلاص كما ما 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 جبين نضيع وقتي نشوفك خلاص ريح ودي الديبار يرا في لا ديفيرونس دونك جو بونس كو لا ترويزيام جورني ديجا اي تي بورتي دون لا ليست دونك نجمو نقولوا بلي سي اسمو مولا كي لا كومونسي ولا كي لا سيني سا بريمير ليسونس في لا سوشيتي هذه هي البدايه تاعو. كنا واقيلا 41 طفل صغير طلعونا للتريبيون خلاص دوكا باش يختار. انت صحيت انت صحيت انت صحيت انت صحيت انت صحيت بقينا حنايا 21 طفل صغير هكا قاعدين هكا قلنا انتم ما شاء الله جيب النكوة زوج تصاوير وشحال تلبس حاشك في الباسكت باش يجيبونا السوليات اسمها خلاص ماك شو شدونا انكم لغد ما شاء الله تتجوا. يجري فرحان قال ماما الشيخ قال لي جيب كوارتك وجيب الوقت على الطبيب وجيب كيفاه كيفاه تجيب باباك ماهوش هنا كيفاه قال لي لازم عندي يومين ديري تاعي لازم هكذا كيفاه ندير يا ربي كيفاه ندير رحت قلت له معي ساعه فتو قلت له تقرا هلال لازم تقرا عندك سيزيام عندك لازم توجد روحك للسيزيام هذه والله يا ماما قال لي لا نقرا خليني نلعب والله لا قريت نقرا قلت له صح الحجه قلت لها الحجه هذا القرايه ما يقرالكش قلت له راه ما يقرالكش نبغي يخرج طبيب تعني نقول لك قلت له الاخبار يجيبوه توال دروك هو من القرايه كي يرجع للدار خلاص يعني هذاك الوقت لازم تدخل للدار تريح ومن بعد عاود تزيد تقرا وي هو كان يحب يروح لونطريمون كيفاش ندير كيفاش يدير صابين كومبليسيتي مع اختي الصغيره الكبيره هذاك الوقت كانت تدير له الصوالح تاعو تاع لونطريمون وترميهم له من الفوق من لاتيراس هو يروح هذه تاع الصاك هذه واعره لا هذه كنت صغير انا الوالده كانت لازم تقول لي تروح تقرا غالبا انا كنت نبغي بزاف الفوتبول تسمى ما كاش كيفاه كان نلعبوا مباريات بالجمعه هذاك الوقت كان الويكاند الخميس والجمعه تسمى احيانا كنا نلعبوا بالجمعه غدا من ذاك تقرا احيانا مشكله فاهم صراحه انا والله ما كنت عندنا مباراه مع مولوديه الجزائر راني حاصيها ما قدرتش ننسى هذا المومو هذا والله العظيم الوالده قالت لي ما تروحش تلعب تسمى ما انا امبوسيبل ما نروحش نلعب تسمى كراسي شويه يابس شويه والله لا رميت الكابه من فوق انا والاخت تاعي هي اللي ساعدتني رميت الكابه وخرجت من الكراج هكا من تحت ورحت لعبت وسجلت وجيت صديت هروه في الدار معليش المهم تستهل عليها هذه الهروه ماشي مشكل المهم سجلت ولعبت ما خليتهاش في قلبي كانت كاينه حاجه فان هلال من الدراسه كي نروح ليزونطريمون كان كما نقولوا هنا كان يروح للفيرم للاستاد يروح نقولوا ستوب ولا لاسكيس حنا نقولوا هذه لاسكيس ما يستسق في السياره ويروح له كان مغامرتك عنده مغامره هلال كما يقول لك سي فري صح هلال من كان صغير صار خدم بوصل هذا البلاصه اللي راه فيها هو والحمد لله كما تعبوا ما راحش باطل وصل في المكان اللي راه فيها ما شاء الله. هو كي طلع الليسي كي كان عنده 17 طلعوه سينيور هذاك هو فما ما كانش يقدر باسكو كانوا يونترينيو مع الصباح دي فوا الصباح والعشيه فما خلاص جا للدار ديجا قال لها عجوز قال لها راني طلعت سينيور دروكا طلعوني ما نقدرش دوك نروح الصباح نقرا في الليسي وبعد نونتريني مي سا فو با دير كي بحال ما كانش يقرا مليح نو كان يقرا مليح اي لافي دي بون نوت من قبل سيرتو كي كان في سي ام
وكيطلع كيما نقولوا الى يو دي مال باه يفوت للليسي فات فاصون فات طلع للليسي مي لا يو دي مال مي في هذاك لو مومون فاصون جو بونس كو ميم هو دون سا تيت بحال الي تي بوكو بلو فوت كو لي ايتود الي تي برانشي بوكو بلو فوت كو لي ايتود. الحصون كي بدا الله تعلم الاخر يا خاصي تشكل لها انا ما نسيش نقرا قلت ما تقراش هي قالت لي ما قال ما نقراش قلت له تقرا بالسيفه لك لا صح نشوفوها جيت انايا قالت لي انت اش قلت لك لا ما بغاش يقرا ما بغاش يقرا الا ربي بغى الموهبه تاع الفوتبول يقعد في الفوتبول ورا المشكل لا لا قلت لي لا لا قلت لي لا لا قلت لي معاه قلت لي غير القرايه اللي ما نفهموش عليها قال لي ما لقيتش قال لي ماما انا باغي نروح نلعب معاهم كيفاه وديك قلت له معليش بصح قال لي نقول لك حاجه نوعدك يا ماما قال لي هذه نوعدك ننجح في هذه الحاجه اللي انا باغيها قلت له حنا كنا نترينو فماك مكانش عندنا مكانش امكانيات مكان ولا شيء احيانا يترنا شويه حنا نترينو حنا كان يترينو تاع لي جينيور كان يترينو تاع الفيرم لان الفيرم عندهم فريق تاعهم فيرم صراحه حنا كان المدربين هذوك اللي كانوا معنا بارك الله فيهم كان يعطونا الامكانيات اللي يقدروا عليها مساكين على 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 طاقتهم تقدر تسقسيهم يقول لك لا ميم شوز كنا لما نتنقلوا تكون عندنا مباراة ونجوا للعاصمة نلعبوا أمام مدير الجزائر ولا في الصين في الأساغي نتكلم من 15 سنة كنا نتكلموا دائما يقول لي يعني إذا يجي نهار يعني نلعبوا في المنتخب ولا نكونوا اللاعبين معروفين ولا نقولوا هذا مجرد حلم أبقى تحلم لكن في الحقيقة نظن أنه في بعض الأحيان أنه الأمنية تدخل من جانب الدعاء كي كان صغير كان لو غاف تاعو تاع واش يدير يجيب لي ورقة يسني لي يسني يقول لي شوفي ماما أنا سنيت مع هذيك البلاد باسمو يقول لي اني سميت مع هذيك الشركه الفلانيه على بالك واش كان متمني واش كان يدير ربي يوفقه شفت دفن تفكروا شي صوالح قعد دي كان متمنيهم ربي يكمل C'était un attaquant qui avait quelque chose avec les buts déjà. Il sentait l'action. D'ailleurs, on travaillait beaucoup plus sur le côté offensif dans les combinaisons, les entraînements. Donc, il était très discipliné tactiquement. كانت عنده الرشاقة الخفة الدريب لبات كل شيء كان عنده كان متكامل به كان صغير هو يشبه العمو عنده عمو محمد عايش في سويسرا دروك كان فان لاعب سابق كان لاعب في شلف قبل ما يلعب كرة قدم هي لعب كرة طائرة نظن بالك في لا سيليكسيون تاع البوك في ذاك الوقت لعب كرة طائرة بالك عاونته ان توكا يلافي اون تخي بون ديتونت من الكادي كنا نروح انا والشيخ شاك ديبلاسمون نروحو كان يروحو معنا واحد دو زوتر بارون انا صداد ما نخطيش يا خويا صداد كنا مهني ونهني ربي ديبلاسمون اه صداد من وغير كنت مام نشري لي فردو تاع الماء ونعطيهم لي جوار بور لي زونكوراج انا كنت ندي بلاص يا خويا معاه والو انا كي بدا هي عنده ماتش انا ما تعرفنيش وما نهدر مع الانترينان والو
نقعد نقبض في لي تريبين وني قاعد وني نشوف كي كمل البارطيه ويجيو كاع نقول له هلال ها شدت فوت ها شدت فوت ها جو لو كوريج يقول لي ايه عاد كان ياخذ الراي ما وين وين نلعبوا حميدات راه كاين وين رحنا حميدات حاضر يا في فاصون كان هو كان حبار كان شاقوري كان نياطي سيتي دي بارون وين يروحوا وين كان الفريق كانوا يتبعوا في ذاك المومون هذاك كيف نقول لك حميدات كان صديق هلال السوداني ما كانش الاب تاعو في ذاك الوقت هذاك كان صديقه فان كان مأمن باجيري مينيم كوب باجيري جينيور شامبيون دالجيري خسرنا فينا الخطره تاع البلاي اوف مع سي ار بي عندي 4 5 تيتر في ليجان برك بلا الاخرين اللي كانوا قبلي وبلا اللي جاوا بعدين كما حنا خلاص كنا سينيور صراحه الفريق اولمبيش الفريق خزان بالمواهب هلال السوداني فات على المدرب بكراري فات على المدرب مكريطار فات على المدرب الشيخ سعيد حجي الله يرحمه لا لا يوم مينيم فات على الشيخ فيصل عباس موسى الله يرحمهم aussi c'était des bons techniciens je pense que chaque personne a apporté sa touche pour que on a fini son cursus de formation وين هذاك لو مومون اللي طلعت انا اونيكيب سينيور سي بور سا اللي كانوا 4 جوار و 5 جوار لما طلعت انا اونيكيب سينيور كان هذو اللاعبين لازم يكونوا في باسكو يستحقوا المكانه تاعهم في القسم الوطني الاول هذه هي الحاجه اللي ساعدته سي بشويه نظن باللي في الجونيور دارها كاع مع بشويه سي اون كاتيجوري سونسيبل دونك du moment qu'il a su passer avec la catégorie pour accéder à la catégorie C senior, ça veut dire que l'éducateur a réussi son challenge. Donc, وصل اللاعب تاعو للفريق الاكبر. رحنا لعبنا في شبيبة القبائل. كان مع الشيخ بشوية الشيخ محمد. هذاك النهار ما رقدتش بالفرحة هو. ماما غدوة راني مكوفوكي وانا رايحين نلعب والله ما شفت الماتش تاعو الاول والله ما شبيبة القبائل. لعبنا في شبيبة القبائل. ايا كي دخلنا الفيستير سما ذاك الوقت كان كل واحد النيميرو تاعو جان كي يطلع صافي نورمال اللاعبين سينيور هما اللي يختاروا الارقام بقاو ارقام بقى رقم 17 بقى رقم مانيش حاصل على الارقام وبقى في قسم رقم 2 في الاخر النيميرو 2 هذا كان فارغ كنت انا وواحد سموه قطاوي هذاك هو العام اللي طلعونا انا وياه الشيخ بشوية جا قال له اعطي الهلال 2 واعطي القطاوي 7 وانا رحت عند عمي محمد الله يرحمه هذاك الوقت اللي كان قاد ماتيريال تاع عمي محمد الله يرحمه رحت لي هكذا قلت له عمي محمد عطيني نيميرو 2 قلت له انا مانيش اريير دروا شوف لي نيميرو واحد اخر الشيخ بشوية شافني قال لي روح قلت له هذا هو اللي تروح به الفريق الوطني هذا هو اللي تروح به لاوروبا خسر فيه خسر قال لي شيخ هذا هو النيميرو اللي كاع ما ثم هذا هو اللي تلعب به قال لي هذا هو النهائي القصه تاع رقم 2 قال لي قلت لك ادي النيميرو 2 ادي 2 قلت له الشيخ كيما النيميرو 2 هذا الشيخ انا ديفونسور قال لي نقول لك ادي النيميرو 2 زعفت قاعد نقول كيف انا لابس النيميرو 2 وانا صغير نلعبو دوزيام ميتون دخلت ماركيت خسرنا 2 هذاك الوقت كانت لا غروند ايكيب تاع جياسكا ماركيت كيكمل الماتش ما خسرنا شيء جا لي الشيخ من شويه قال لي قلت لك دي النيميرو ها بريمي بي تاعك ماركيتو مع لي سينيور خلي النيميرو قال لي اذا ان شاء الله يخرج عليك ان شاء الله مربوح عليك من فمك بدات القصه تاع النيميرو 2 وين في لافان جا لي قال لي هذا هو النيميرو اللي نقعد به باذن الله وين مشى في ليكيب ناسيونال حتى في ليكيب ناسيونال وين هذاك الرقم كان يديرو بوكرا وين تلاقات معاه قال له تكلم مع بوكرا باش يعطي له النيميرو قال له مستحيل هذا رجعت هذه رجعت القصه تاع النيميرو دو هذو الفرق كل اللاعبين اللي يجي يحوس يدير له النيميرو هذا هو السر تاعها من فمك ما خلاص رحت مشيت قلت لهم والله غير النيميرو دو اللي نديه لكن ترجع الكره السوداني مره اخرى هجوم
الحارس فرجي الكرة يون سين انتلق ويدرد دفينس وداري سيفوس من علي حجي خطيرة هذه الكرة سوداني سوداني راح يسدد وأول هدف. يعني كي تشوف هلال بلك 2010 2011 كي تشوف هذا اللاعب تستمتع يعني بالخصوص العام تاع الشامبيونه 2010 2011 يعني تشوف ليكيب كانت مليحه تاع لايسو تحصلت على اول بطوله محترفه تشوف انه تقول انه هذا اللاعب بلاصته ماهيش في البطوله المحترفه انا ذاك تقول انه عنده بلاصه يقدر يلعب في دوريات الاوروبيه بلك الخمسه الكبرى اكيد هذه شوف لما جمعية الشلف كانت عندها يعني نقولوا ركيزه كان عندهم لاعبين ممتازين الوقت هذاك الطموح تاع كان جمعية الشلف هو التتويج باللقب وحصلوا عليه ومن بين هذا الشيء كان هلال السوداني افضل هداف في البطوله انا كنت عارف بلي هذاك ويكون راح يكون الموسم الاخير تاعي في الجزائر كنت عارف كانت اول بطوله محترفه الحمد لله ديت هدف بطوله احسن لاعب في البطوله الحمد لله يا ربي نظن بلي خدمت كثير انا كانت عندي اوبجيكتيف واحد باش نخرج من الجزائر هذاك هو الاوبجيكتيف تاعي اللي كان عندي تلقيت بزاف عروض انا من الجزائر كثير ما قلت لا باموال كبيره انا ما انا في حياتي ما خمت على الاموال صراحه قلت انا سي الحاجه الاولى لان نكون فرحان بالحاجه اللي نديرها عندي اوبجيكتيف لازم نحقه الحمد لله يا ربي حققت الاوبجيكتيف تاعي ونشكر فريق اولمبيش لف هو اللي بين لي كان عنده ان اوبجيكتيف ليترونجي هذا هو الاوبجيكتيف تاعو سيتي ليترونجي هذا هو الاوبجيكتيف تاعو نوترونجي ويخدم سيريو سيتي با في ذاك الوقت ما كانوش لعابه من البطوله الجزائريه روحوا محترفين السوداني لا يوجد اكسكلوزيفيتي وذاك الوقت في 2011 ما كانش كاين لي ريزو سوسيو بزاف ماشي كيما الان اي واحد تك يروح سهل هذاك الوقت ما كانش لاعبين يخرجوا كثير من البطوله الجزائريه كيف في اسبانيا فاكونس عند صاحبه بعد عيط لي في التليفون قال لي ماما غدوه راني جاي بصح راني رايح البرتغال بصح قلت له كيفاش تجي غدوه تجي اليوم وتروح كيفاه قال لي وجاني عرض من فما وراني رايح لازمني نروح سيتي لو برومي جور تاع رمضان اكابامش بور كونتراتار يشت بوندر لانسا عبد الكريم مدور واش نقدر نقول لك عبد الكريم مدور سي بور مو سي باب مون بريزيدون نقدر نقول لك صاحبي نقدر نقول لك والي تاعي نقدر نقول لك نقدر نقول بزاف صوالح عليه اون فات هو مساهم بنسبه كبيره في النجاح تاعي في التجربه تاعي الاحترافيه صراحه الحاج مدور سي هو اللي راح معايا نقل معايا خصيصا من الشلف للبرتغال هو اللي كان واقف على اي صغيره وكبيره وحاجه ما نقدرش ننساها باسكو لا بيبر لي بريزيدون ينيغوسو الاولى على لي كيزيكيب تاعهم باش يخمم على الجوار تاعو يبان مدوار سي با لا ميم شوز يبان مدوار ديك الخطره كي رحنا قال له تفاهم مع اللاعب قبل كي تفاهم معاه انا سهل سما باش يسهل لي كلش كل الظروف وسهل لي الظروف نشكره من هذا المنبر نقول له بارك الله فيك انت راك ساهمت بجزء ممكن بالك جزء كبير لحد الان ما زلت نهضر معاه لحد الان ما زلت نشاوره في اي خطره اتجاهات ولا اي حاجه اي لحد الان تقدر تساله يقول لك لحد الان ما تقدر نشاوره صراحه شخصيه مهمه في حياتي اول مره نخرج من الدار مي سهله في عمري 22 سنه 23 سنه اول مره نخرج من العائله جاء هذا انا بصدق انا صغير وفي رمضان ثم تجربه احترافيه بالبرتغال كره لفرنسا ولا معليش اللغه ولا تقدر تنشنش معها مي المشكل البرتغال لغه جديده ثقافه جديده انت صغير ولا الا يسمو انا فهم عرفت باللي هنا الوليدي ما خافش عليه مكاش اللي رايح فما راه عقله راه عقله هو اللي ماشي شويه لادابتاسيون تاعي ما كانتش على اوتر سما ناحيتي كاع نفطر طون تحبس بالون تروح للتيران شباب تلفت لي صراحه كان عندي الوقت قلت انا بيني وبين نفسي ما لعبتش كثير صح خمنت باش نغادر بعد انا دائما يجيني هذاك سكون عندي واحد الحاجه في راسي اللي ما نقدرش انا لازم كي نديرها لازم
قلت انا في راسي والله ما نروح، احنا نلعبوا هنا مبين، ثم الى رحت اني فشل، هذه نخمها في راسي. ثم قلت الى رحت انا فشل، ثم جيت هنا ما عاد يقول لك بلي يا ما عندوش النيفو، جا بطوله جزائريه الجزائريين ما عندهمش النيفو، النيفو تاعو ناقص، معنا ما قدرش يتضبط، ما قدرش يلعب مليح. قلت انا غير هنا للعب. المنعرج تاعو انه لما راح الاحتراف الفريق قيمارش يعني كمل في نفس الوتيره في نفس العمل حتى انه تحصل في الموسم الاول على لقب ثاني افضل هداف في البطوله البرتغاليه وعلى كاس البرتغال امام بنفيكا، هو كان مسجل الهدف في النهائي. تراكو تاع البرتغال هوني نقول لك الى بيرسي بوركوا باسكو لي سيريو والديه راضين عليه، احنا راضين عليه. هذا شرف وشي يحسب ليه كلاعب، انا من البطوله ما عندهاش مستوى كثير البطوله الجزائريه، راح لمستوى اوروبي ففرض نفسه، هذا شيء ايجابي بالنسبه له. الى بوكو بروغريسي، الى بوكو بروغريسي سورتو كي راح لكرواسي. سا زوي تو تويت فاسون ميم جو بونس تاكتيكمون ايليتي بوكو بلو ديسيبليني. زغرب كي تقول زغرب تنجم تقول الولايه البلد الثاني، البلد الثاني الولايه الثانيه الهلال بعد شلف. هو المسير تاعو كان في شلف ومن بعد زغرب زاد كشغل نجح فيها. يعني عنده محبه خاصه لهذيك البلاد والناس فما بزاف 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 يبغوه، يبغوه بزاف، وحد الان اللي يخرج في كامل يعرفه. حتى انا كانت لي فرصه وين ريحت معاه وعشت مع بالك حتى في كرواتيا، تشوف هذاك الحب اللي تلتمسه مع عند الشعب الكرواتي الهلال، في البرتغال كذلك، في السعوديه وين راه يلعب دروك، يعني هذا مفخره. بصراحه انا قلت ماكسيموم ندير عامين فمك، سبحان الله قعدت خمس سنين ما سبحان الله ما نقدرش نفهمك الشعور تاعي كي نتكلم على دينامو ولا صراحه. ملي خرجت البرتغال عقليتي تبدلت، خلاص المستوى تاعي تطور، عقليتي خلاص دوكا مانيش خلاص، زعما دوكا اني في باركور بروفيسيونيل، كومبورتمون تاعي يتبدل بزاف، صوالح تبدلوا فيا. الور لا لا لونغ تي ميتريس با لا لونغ، و ا ليبوك با يبارل انجلي انجلي فرونسي وتعلم البرتغي، يا دار كورامو ما نجبدوش الفرنسي والعربيه هذوك، خلوها كوتي انجلي كروات بورتوغي واسبانيول. هاي باي يهدر لك يهدر لك الكروات تعزب زاتهم هم يجي دعوه الخير وين يسيب وندعو له ان شاء الله ربي بعد عليه ولا تحرم الظلام. هذا مكان في زغرب الناس كامل تتكلم على سوداني في هذاك الوقت، كانوا يلعبوا لا ليغ دي شامبيون، تلعب انت يا رابطه ابطال اوروبا وتسجل في رابطه ابطال اوروبا، ماشي نابورت كال جوار اللي يقدر يديرها. انا كي لعبت شامبيونز ليغ نهضر لك على هلال اللي كان في شلف، ما كانش عندنا احنا باش نتفرج شامبيونز ليغ، دابا على خويا احنا كنا نحكموا ديمون بالفرشيطه من لور السنه بلا اربعه نتفرجوا كيما كانوا يديروا لنا بالاربعاء هذيك تاع ثلاثه ولا الاربعاء يدير لك ماتش، ما عندناش ما تشوفش ليماجينات تشوفها مخربشه، تسمى غير حافظ الدراجي يعلق، تسمى ايماجيني روحي يا دنيا روحي دي حتى تروحي تلعب في الشامبيونز ليغ. انايا تسمى حاجه بور مو حاجه كبيره. انا اخويا انا بالنسبه لي وبالنسبه للعائله تاعي، باسكو واحد ما كانش على باله غير ابي برك اللي قلت لي بوي، قلت له نهار ان شاء الله تفرج عليا نلعب في الشامبيونز ليغ، قال لي ضحك كانوا يضحكوا عليا، كنت نقول لهم والله اللي يضحكوا عليا يقول لك هذا مهبول هذا وين يلعب الشامبيونز ليغ، انا نهار نلعب شامبيونز ليغ ان شاء الله ولعبتها كل حاجه واش سبحان الله مكتوب. نقول شفت انايا عباك ديفو عباك ديفو نرقد عباك نشوف نشوف باركور تاعي، اقسم بالله نشوف باركور تاعي هكذا شكون شفته، اني نهضر لك على قبل لحظه اني عايشهم الان، اني نقول عباك هذه لاكسيون اني شايفها ما على باليش بصح ننسى وين شفتها كاع واش حلمت، الحمد لله ربي عطاني لحد الان. نتقل معاه ما نكذبش عليك، خاطر ندير البروغرام تاعي كيما يلعب باش نروح نتفرج عليه، مسكين كي يدخل الميدان يبدا هكا يحوس عليا، كي ندير له هكا يفرح ويزيد ويماركي ويفرح ونفرحو، حسين نتفرج على وليدي بزاف.
هلال من اللاعبين اللي يقولوا حنايا محقورين اعلاميا اونتر كيمي محقورين اعلاميا. اكيد 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 انه ماشي غير هلال بل كاين الاف من هلال السوداني على المستوى الوطني اللي مهمشينهم اعلاميا. الشيء اللي نلاحظوه انه الاعلامي في وقتنا الحالي اصبح يحوس على المدى السهله، انه الملاعب اللي قرا منه اللاعبين اللي قرا منه اللي يسكنوا في كارتيه يخليهم ميدياتيزي من الانسان بالك اللي يسكن اللي بعيد على السونتر، يعني ولايه شلف الشرق الولايات اقصى الغرب، انه تشوفهم مهمشين اعلاميا. هذا انا معاك في هذه وين، انا ما نقولوش باللي ما نكونوش جهويين باش نقولوا لو كان ولاد العاصمه ولا وليد وهران ولا القسنطينه، نعطوا له حقه نعطوا له حقه. انا نظن باللي لو بلي تيتري هو سوداني اللي دا تسع كؤوس بالبطوله بليس الشامبيونات تاع شلف. انا نهضر عندك عندي لوكازيو نهضر دوكا من حقي نهضر، انا في بلاد الناس محترميني اكثر مني في بلادي، تحب الصح ولا ما تحبش الصح، سواء جورناليست سواء ماشي نقول لك في بلادي ما يحبونيش، لا لا مش الواحد ما يكونش تاويل، لا لا ماجوريتي يحبوني نشوفها برا ناس ريسبكتيني الحمد لله متبادل، مي انا برا خارج الوطن اكثر من بلادي والناس كاع على بالهم بها هذه ماشي غير انا بيسر تغيظك. علاه انت خارج بلادك مقادرينك خاصه في كرواتيا، نهضر على نفسي انا في كرواتيا الناس كاع مقادرتني سي با زعما بابا اسمه مودريتش بابا اسمه احمد سوداني جاي من الجزائر انا عادي جدا. علاه؟ باسكو صابوك انسان قيم نفسك انسان ملتزم انسان دير خدمتك سي بور سا يبغوك عندهم لاروك يامنوا بالخدمه يقول لك بارك الله فيك خدمت عطيتنا اخويا نحبوك. وبعدين التجربه تاع انجلترا الحمد لله تجربه ممتازه، لكن شاء القدر الله غالب درت اصابه الحمد لله بديت بها بديت تري تري بها. انا المدرب هذا كان الوقت ايتور كارانكا اللي كان في مدريد مع مورينيو هو اللي اصر عليا باش يجيبني هناك. ديجا انا كان الحلم تاعي انجلترا ملي كنت صغير، سما قلت غير الانجليز ولا لا لا الله غالب الحلم تاعي عامني قلت لك تجيني ديفو هذيك تاع الراس هذيك نديرها. مي الاصابه الخطيره الاولى اللي تعرض لها لما راح نوتنغهام فورست لعب ثلاث مباريات اربع مباريات سجل بدا يطلع في الريت بدا ينسجم مع الفريق، جاتو اصابه دوم مالوريزمون تاع الرباط الصليبي. صراحه فماك اللي انا ما فشلش مي شغل جديد في الفريق ثلاثة شهور ولا اربع شهور لي قام كروازي تخيل هذا ماكش مازال ما لعبتش كاع كنقول عامين ثلاث سنين ديجا ما يعرفوك مازال ما يعرفوكش كاع هذا وين جيت. صراحة قلت مكتوب تطافي نورمال تكون قاعد تسمع تليفونك وليدك عنده ليغامون كروازي تقعد في بلاصة وتقعد وحمد الله واطلب ربي الشفاء لي وخلص هذا ما كان ما يستاهل سيف بور اي بابا سي با فاسيل بور اريفي فو دو ساكريفيس فو فريمون كو ساكريفيس والحمد لله كي تتفي ربي ما خيبكش يحلك بيبان والحمد لله. والله غير مرحله صعيبه يعني الشيء اللي عاشته العائله تاعو وحنا كمقربين وانا كفرد بالك من العائله تاعو وكيفاش عاش هو ما تتمناها حتى الانسان. كي تحس تهضر معاه تحس بلي هلال كشغل ماهوش مليح بصح هلال كشغل تجاوز هلال عنده شخصيه قويه. تكلمت معاه هنا جوست مول الاصابه صح كانت وضعيه صعيبه كل لاعب راح يصاب وتكون عنده اصابه خطيره راح يعيش وضعيه صعبه، لكن قلت لك الاراده اللي عنده هو خلاته يتدرب على انفراد ويتدرب بلاريو ديكاسيون باعاده تاهيل. كانت عندي اراده كبيره خدمت تعبت بالك الناس ما على بالهمش كنتش ناكل نرقد الناس ما على بالهمش يحسبوك هكذا نورمال نوض 7 تاع الصباح نرقد 8 تاع الليل نوض 7 تاع الصباح ما كاش عندي حيد شهرين الناس ما يعرفوش يقول لك نورمال ما كان والو
فهمت؟ صح الناس ما يعرفوش حياتك، ما يعرفوش لا سونفرونس اللي فوتها انت كي تكون مصاب باش ترجع، ما ترجعش هكذا برك. امبوسيبل ترجع هكذا، لازم تتعب كي تتعب. ماشي زعما هكذا، لازم تساكريفي. مش وش دارنا، ما تخش دارنا، ما ناكلش، ما عنديش الوقت ناكل. ماشي زي ما عنديش الوقت، لازم ناكل شويه ونروح نرقد بعد الصباح نوض. شهرين كيما هكذا، مي الحمد لله. الحمد لله. ما يخفاش المره الاولى جاتني الركبه تاعو نقصان، العضلات تاع الرجل المصابه ضعيفه جدا. خدمنا على هذه، درنا النقاط الحروف، بدينا نخدموا، سطرنا برنامج 15 يوم، درنا دو ميكروسيكل. بعد لي دو ميكروسيكل راح لانجلترا، عاود دار فحص طبي باش يشوف يعينوا العامل وين راه واصل. هما من قبل قالوا له الا صبنا العامل ناقص نشدوك في انجلترا، والا صبنا العامل المليح تعاود ترجع تكمل لي دو ميكروسيكل تاعك، تعيد مع والديك وتعاود ترجع لينا. دونك هما كي راحوا داروا المعاينه صابوا تحسن وتطور، تطور ملحوظ. شوف مين اللي شوف خدمنا في رمضان في شهر رمضان، من المواقف اللي دائما راني نحكي فيها وين نروح ندرب، راني نقول لهم باللي هلال سوداني في رمضان مصاب يخدم خيم اللاعبين الصحاح تاعنا في الناسيونال ان ولا في الناسيونال لو، فاطرين وكالين وما مش مصابين، عنده واحد الاراده، اراده قويه، اراده فولاذيه. دي فوا انا نكون مون فيه في كرة، انا نعيا، انا نتعب اللي مانيش نخدم، وهو اللي يكون يجري ويتحرك اليمين اليسار ويدير الوثب ويقفز ويدير امور صعيبه يسرع بها نزيدو نكملو. هذه الاصابه كانت الاولى، بعدين راح من نوتنغهام فورست الحمد لله ربي، راح للاولمبياكوس، رجع وبدا يلعب فان مليح في اولمبياكوس وسجل اهداف. Mais là il a beaucoup de énormément de qualité parce que c'est un joueur spontané, c'est un joueur qui a énormément de qualité devant le but, très adroit devant le but. Mais moi surtout ce qui m'a le plus on va dire surpris, et je pense que c'est un exercice qu'il affectionne aussi, c'est son jeu de tête, parce que pour moi il est pas non plus super grand pour un joueur qui joue devant, et il a un super timing. Et c'est vrai que ça pour moi c'est une grande qualité, parce que c'est un buteur, il cherche toujours se mettre dans le sens du but. Donc voilà, de ce que j'ai vu avec Hilal, dommage qu'on n'a pas assez joué ensemble, on va dire dans les matchs, mais c'est quelqu'un que j'ai vu évoluer aux entraînements, et il marquait beaucoup de buts, et surtout qu'il était très adroit. Mais là où j'ai été beaucoup plus surpris, c'est son jeu de tête et son timing. Donc voilà, c'est toutes ces qualités qu'a Hilal. Alhamdoulilah, je suis allé à l'Olympiakos. Maximum, top, championnat, coupe. Alhamdoulilah, je suis allé magnifique. Subhanallah, Cheikh Abdel Qader, Ligue de Croisé. هذاك النهار كنا نتفرجوا مقابلة عادية نتفرجوا، كي طاح وليدي وناض قلت خلاص ما راش حيزيد يوقف على رجلو. كي شفتو راح قلت سي بون، عيط لي قال لي ماما وقيلا لي قامو، قال لي اني حاس فما فاميلا كاملة كاو. انا جو كاش با لا فيريتي، انا سيرت امو، انا هكا كواسيت باسكو مو اللي تي بروش ليه. عاود سنيت وراح للسبيطار كون تعيط لي نسمع الصوغان لي سواغ، قال لي ماما رجلي زاوجة وهاد الخطره قال لي راني مضرور كثر، ضرب قال لي لازم تجي عندي. اسكو راحت عنده وشافتو كيف تعذب، انا كنت جيت في بلاصتها نطيح لا فيريتي، وهي حملت. كي خرجوه من البلوك صابني كيف طن صابني قدام، قال لي ماما جيتي؟ قلت له جيت. قعدت معاك اضمالات في لاغريس، هذه كنا في لاغريس، هذه دوزيام اوبيراسيون تاع الاولى ما رحتش معاه. الزوجه
فطن فرح كي شافني قال لي قعدي حدايا. قعدت حدا عشان قد ما نحكي لكم ما تقدوش تعيشوا اللحظه اللي كان عايشها هلال هذيك الجنون من حتى لهنايا. رجلو لازم يحك. قعدت مع قعدت مالات في لوبيتال ومن بعد خرجنا الدار حاجه فاتوا علي واحد المراحل ما نقدرش نحكي لكم شتا سفره سفره بزاف. شوف انا ما نكذبش عليك الاولى صح مريت مي اللي ضرتني كثير 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 الثانيه. علاه؟ بس كنت فكرت قال لي سوفرونس اللي فوتهم باش رجعت. سما ذاك واش قلت؟ قلت قال لي سوفرونس هذوك اللي درتهم سما ضربهم على الاثنين باش تعاود ترجع. ديجا لاج ديجا تبليسيت دوزيام فوا ما عندكش الوقت لازم تبين ولازم تلعب. تخيل انت ذوكا صوالح في راسك لازم ترجع. امبوسيبل تقدر تحبس كيما هكا امبوسيبل. لازم نحبس كيما نبغي انا. هذه هي زعما الاصابه الثانيه هذيك صراحه مريت بزاف. مسكينه الوالده تاعي اللي كانت معايا في اليونان هي اللي جات. كانوا معايا اصحابي اللي كانوا في اولمبياكوس فالبوينا العربي عمر عبد اللوي. صراحه كانوا معايا اصحابي اللي ما حسيتش روحي صراحه والله ما حسيت روحي. Il a eu deux graves blessures mais c'est vrai que il a été très affecté très touché parce que pour lui jouer pour son pays c'est quelque chose d'extraordinaire je pense comme tout footballeur et c'est vrai que il a été peiné. Je me rappelle quand j'ai été le voir à l'hôpital et je pense qu'il a eu sa maman qui a été très proche et je pense que ça aussi la famille c'est important. C'est quelqu'un de famille Hilal. Et puis nous, ses amis, je pense qu'il y a eu Youssef aussi qui était là. Et je pense que dans des moments difficiles, il faut montrer aussi que ses amis sont là aussi. Et je pense qu'il a énormément travaillé pour revenir à un super niveau. Donc, mais c'est vrai que c'était un moment compliqué pour lui parce qu'il venait de sortir d'une grave blessure aussi qu'il a eue à Nottingham. Et puis tout simplement on a été là pour lui et puis parce que quand on est en Grèce où il n'y a pas ta famille à côté mais je pense qu'il a eu un mental extraordinaire vraiment. Ouais, comme je vous disais c'était pour moi, pour Hilal, c'était une formalité. C'est quelqu'un qui est très fort mentalement et qui est déterminé. Et la preuve, à l'heure d'aujourd'hui, il continue à jouer, il a envie de jouer, il prend soin de lui, il travaille beaucoup à côté. Et voilà, c'est grâce à cette mental qu'il a. Et justement, à l'heure d'aujourd'hui, il ne l'a pas perdu. C'est ce qui fait la différence avec certains joueurs. Et certains joueurs, à un certain âge, ils lâchent. Lui, non. Lui, il a toujours cette rage, cette détermination qu'il avait à l'époque de Schleuf. Et c'est ça qui permet aujourd'hui de continuer à jouer et surtout ça qui a permis de revenir rapidement d'une longue blessure. Non, il ne faut pas lâcher. Je te fais rebé. Je veux que tu te fais rebé. Wallah, واحد ما يخيبك. Wallah, واحد ما يخيبك. اللي je te fais rebé. Parce que شكون اللي je te fais rebé المؤمن. Mais alhamdulillah. كانت عندي إرادة أكثر من الأولى ورجعت الحمد لله وإن شاء الله ربي يعطي الصحة هذا مكان وبربي ودعوة الخير وتاع الوالدين وعاود رجع وراني نلعب وكانت عنده الإصابة في البي دروا اي البي غوش ماهي سهلة سيرتو ليغامون كروازي لما يروحوا لك ليغامون كروازي معناتها يروح لك التوازن. أنا نظن باللي اللعاب هذا وين زاد من بعد لابليسيور تاعو عاد رجع وعاود رجع بقوة. هنا توري لك هذا اللعاب اللي عنده قوة ذهنية. Il a été, il a fait preuve de beaucoup d'abnégation. À son âge, avoir un ligament croisé, c'est vraiment pas facile de revenir au plus haut niveau. Il a vraiment beaucoup, beaucoup bossé. C'est dire sa force de caractère. Il n'a pas voulu terminer sa carrière, en tous les cas, au haut niveau, sur une blessure ou avoir voilà, son football qui se en décadence.
دونك سا يفو لو تيري ان غران شابو. نشوف فيه الان في البطوله السعوديه مع نادي هنا نادي ضمك يقدم في مستويات مقبوله حتى ولو انه السن تاعو كبر في السن، لكنه مازال يقدم ومازال يؤدي في المباريات تاعو بشكل عادي جدا. صراحه باش نكون معك صريح، مانيش حاس في روحي راح ندير 35 سنه بعد شهر. الحمد لله المورال تاعي بيان كونسونطري مع الفريق تاعي، وصراحه واحد ما يكونش منافق مع نفسه. نشكر الفريق ضمك اللي عطاني لوبورتونيتي صراحه. واحد يقول لازم يكون واقعي، نشكر الفريق ضمك اللي عطاني لوبورتونيتي، والحمد لله انا كنت على لوتر لي باش اني حاس روحي شغل فاميليال. انا نبغي لي زيكيب تاع فاميليال، نسيب روحي اليز. سما لو بليز امبورطون سي مورا تاعي بيان، سما كل حاجه تمشي مع الكور تاعي، سما كل حاجه بيان، هذيك هي مليحه. قلت لكم بانه مهاجم متميز وممتاز، يلعب باليمنى واليسرى، استقبل باليمنى وسدد باليسرى مضيفا هدفا ثانيا لصالح المنتخب الجزائري بعد كره يخلف. شوف الاستقبال باليمنى، المراوغه ثم التسديد مثل ما جاءت. هلال كان في شلف، كان في اولمبي شلف، عرفت هنايا في بطوله افريقيا المحليه ان شاء الله 2011 في السودان، كانت في شهر حوالي شهر فيفري من سنه 2011. ثم وين عرفت اللاعب، كنا عملنا تربصات من قبل مع المدرب عبد الحق بن شيخه، كانوا اثنين او ثلاث تربصات. وبعدين جا الشان تقدر تعرف اللاعبين وتقدر تكون في اتصال معاهم دائم، لانه راك معاهم، راك عايش معاهم كل يوم. والله انا تلقيت الاستدعاء مع الناخب الوطني، نتكلم مع نفسي قبل، بعدين صفت المكالمه تاع الناخب الوطني عبد الحق بن شيخه، تكلم معايا وقال لي انك مستدعى للمنتخب الوطني. كانت فرحه يعني كبيره، على طول اتصل علي السوداني قال لي اتصلوا على المنتخب، قلت له انا ثاني. كانت فرحه فرحتين، والحمد لله من انه كانت اول تجربه لنا مع المنتخب اللي عاد من كاس العالم 2010. كان زياني عن طريق يا حسن يبدا، كل هذا الارمده تاع اللاعبين تلعب معاهم في نفس الفريق، وانا سوداني كنا مشجعين في 2010 للمنتخب الوطني، تصبح معهم نفس الفريق، اظن هذا شيء جد مشرف احنا كلاعبين وكولايه شلف. استدعاني سيد عبد الحق بن شيخه في اول مباراه في 4 جوان 2011، مباراه تاع المغرب، اول مباراه رسميه ليا مع المنتخب. كنت في شلف، بعد مباراة هذه مشيت لقيمارش. صراحة خاصني نتكلم لك على المنتخب الوطني. المنتخب الوطني حلم أي واحد، خاصة احنا الجزائريين، ما لك على بالك جوار ولا ماك جوار، يقدر سيبورتر يقول لك أنا ماذا بيا نلعب في المنتخب الوطني. اون بليس ان بتي غوشي كوم سا، يانا في با بوكو ان ليكيب ناسيونال. اي نو سيتي توجور ان بليزير اي ان بونور دلافوار كوتوي. Au moment où il contrôle, le contrôle orienté, juste il croise son ballon. Que quelques minutes, deux minutes, et Al Hilal Soudani qui libère les supporters algériens et toute l'équipe nationale. Résisté tout au long du match. Quel but de Soudani que l'on revoit. Là, ça l'a fait. Sharaf Liya, il a été le منتخب الوطني. Il a été le منتخب الوطني مدة كبيرة. الحمد لله. انا الشرف ليا كبير كي نشوف والديا فرحانين بوليدهم يلعب في المنتخب الوطني. شوفوا لي ذكرى حلف ذاك العام تاع اعلام الجزائر، من الله ما نشوفوش من الصباح تشوف الاعلام تاعك وليدك هاي يلعب على بلاده، قد ما نقول لك قد ما نعبر لك ما نقدرش. فرحه لوحدها تاع ليكيب ناسيونال، فرحه وحدها. اخويا بصراحه انا حسيت روحي كبير كبير كبير، انا قصير بصح حسيت روحي طويل. يكذب عليك كاذب اللي ما كاش الاب اللي كيشوف وليده في ليكيب ناسيونال ما يفرحش، هو يرجع فخور وقعد مودست. هذه هي احنا قعدنا مودست، سي بور سا كاع الناس تبغينا، ماشي كيف يجمع انا وليدي وليد. لا لا
أنا ما نقولهاش هذيك أنا، نخلي كل حاجة في الستر. قول باللي 2014 كان في عمره 27 سنة، تقول أنت واحد 27 سنة أول كأس عالم بالنسبة ليه، لاعب محلي، إحنا دائما عندنا هذاك اللاعب محلي ولاعب جاي من الخارج، لاعب محلي يلعب كأس العالم وراح يخاف وراح يكون عنده ضغط وكل شيء. أنا شفته ما كانش عنده ضغط، خاصة أنه كان عنده الثقة هذيك من عند المدرب وحيدة لوزيتش في هذاك الوقت في 2014 وقبل 2014. الحاجة هذه الثقة هذه تاع المدرب والثقة حتى من طرف اللاعبين بيناتهم تخليه هو أنه يمد البلوس هذاك ويؤدي دورة ولا يؤدي مباريات اللي كانت مقبولة إلى حد بعيد. Oui, très belle expérience. Pour Hilal, c'était sa première. J'avais eu l'opportunité de la faire en 2010 et voilà, je pense que c'était la plus réussie des deux Coupes du Monde. Même Hilal avait joué le match, on va dire, légendaire, si on peut appeler ça, de l'équipe nationale contre l'Allemagne. Et il avait fait un gros match. Et donc voilà, je pense que pour lui, ça a été une belle expérience. Parlons du Mondial, oui, au Brésil. إيماجيني صراحة من أحسن 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 ذكريات مسيرتي الكروية لحد اللحظة. مونديال 2014 كان دي غرون 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 جوا ما لعبوش مونديال، كان دي كيفاش نقدر نفهمك، سما نقدر نقول روحي حسيت روحي محظوظ اللي كانت عندي الشرف وين مثلت منتخب الجزائر في المونديال، وجي في بارتي زعما من لي 23 جوال اللي كانوا في الجروب. يا ونموت بالسعاده اني نقول لك والله العظيم كتب سخروا الراب كسورياليز اوكي فخور لي انا جزائري ولدي واش العلم تاع الجزائر وفي البرازيل. الشعور باش تشوف خوك ومباشرة من الستاد سيرتو في ليم ناسيونال كي تبدا قسما وفي المباراة الأولى مع بلجيكا كأس عالم نشيد الوطني يعني شوفو تأمن وما تأمنش كي قاعد تقول حسيت روحي محظوظ جدا، أولا أني متواجد فما وحسيت روحي محظوظ أكثر لأنه خويا معاهم والحمد لله يعني كان إحساس رائع. في هذيك المرحلة كي تتفرج مباراة ما يكونش يلعب هلال اقل ضغط، لكن كي يكون يلعب هلال تخاف ويغلط، تخاف ويخرج فاس فاس ما يماركيش. مونديال حاجه هذيك كما تتنساش، سورتو نهار يلعب مع الالمان هذاك الماتش تاعها كان شرف ليا كبير، وليدي وصل لهاد الدرجه ويلعب مع منتخب هذا كبير ومع لي جوار كبار. كون جونتون هلال جو فوا كيلكان افيك بوكو ديتيرميناسيون بوكو ديتيرميناسيون بوكو دو انفي دو ريوسير. Et ça a été là justement sa force, un peu comme Islem, c'est deux joueurs avec du caractère, voilà, qui voulaient réussir pour eux-mêmes, pour leur famille et montrer qu'ils avaient les qualités de, bah, d'avoir ce. هو سليماني كانوا هدافين حقيقة هدافين، يعني ما كانش مباراة ما يخرجوش فيها انه سوداني ماهوش مسجل فيها. Oui, avant c'était Slimani Soudani en attaque en équipe nationale. Je pense que on a fait beaucoup de choses bien en équipe nationale. Parce que Hilal c'est un joueur qui marque beaucoup de buts et il peut te donner une technique, il peut te des passes décisives. Pour moi c'est un joueur complet, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer sur le côté. Islam, c'est vrai, Islam, l'adaf tarikh, Inch'Allah, Zid Milal, il a encore l'opportunité pour qu'il s'agisse l'adaf. Inch'Allah, Islam, Insan, Istahal. Je sais que c'est peut-être mieux que eux, qui a le pire et le bon et le meilleur moment. Alhamdulillah. هيلا خويا هيلا سوداني هادي ليك حبيبي هادي ليك عندي شي بريزي واحد اخرى هيلال موت عليك صاحبي قسما بلا صاحبي بريزي خويا هيلال موت عليك خويا. لكن اذا قلت لك انا في النهائي ممكن كل اللاعبين نساوه سوداني، وانا الوحيد لما كنا في الحافله
كنت عملت له ديديكاس بالكاس مع كل اللاعبين، قلنا هذا الكاس يسال فيها هلال سوداني، كان غائب على كاس افريقيا لكن كان حاضر في التصفيه. D'un match où on passe à côté, les gens voilà, critiquent, et sur le prochain match tu fais une bonne chose, les gens passent à autre chose. Donc c'est un peu un monde spécial. Non, je me rappelle, en Coupe arabe, il n'était pas affecté. Il est vraiment fort mentalement. Et c'est ça qui lui a permis justement de rester concentré. Et c'est pour ça que moi, si je l'ai pris, c'est que je comptais sur lui. Il y avait cette expérience et une grinta, donc il était important aussi dans le groupe. Par le biais de sa bonne humeur, sa joie. لانغراتيتود كاينه في كره القدم، لانغراتيتود معروفه. هو مد الفريق الوطني على باله بلي كاين ناس، خاصه في مواقع التواصل الاجتماعي نهضروا حنا لانغراتيتود، دوك الولاد في اكثر في مواقع التواصل الاجتماعي، تخليك في الداخل في روحك، تخليك يغيظك الحال. شوف انا ما نكذبش عليك، بنقولك ما غاثنيش، لا غاثني. اون فيت كيفاش نقدر نفهمك؟ انت واش تستنى واحد اول مره راح نقولها، واش تستنى واحد يقول لك ان شاء الله امك تموت؟ انت واش تستنى؟ على بالي بلي فوتبول انغرا مالوروزمون لا فيريتي، على بالي بلي غدوا يدوروا عليك نورمال. خويا تنتقدني ما عنديش مشكل، شحال من اول مره، ماشي اول مره ينتقدوني، معليش انا قلت لك ما تنتقدنيش، انتقدني كرويا خويا، على جال كارتون جون، بطاقه صفراء، بطاقه صفراء، لا مثل شوف كاين حدود، ما عنديش مشكل، انا ني بيرسوناج بيبليك، نتقبل اي نقد اي حاجه، ما عنديش مشكل كاع. قول لي ليا انا لي ميساج، انا ما قدرتش نفهمك سمانة ما دخلتش لي ريزو سوزو، ما نقدرش نشوف وين نروح نسيب فتورتي، وين ندخل؟ وين ندخل نسيب؟ على جاك كارتون جون، واحد يقول لك ان شاء الله امك تموت، ان شاء الله بويك يموت، ان شاء الله كذا وكذا فيك تموت انت، ان شاء الله. خويا خلاص تعدينا الحدود، تعدينا الانسانيه، لحقنا في واحد المرحله سي تري غراف. بصون السيد هذا راه عنده كوب دغاب، راه يلعب، هو يحلق راه يسيب في لي كومونتير ان شاء الله امك تموت، ان شاء الله باباك يموت، ان شاء الله وحده لي كومونتير ما تقدرش اي واحد ما تقبلهمش. صح حاجه عندك حق باش تاخذ، ويه ما لعبتش مليح، ما تلعبش مليح، بصح علاه تروح للعائله؟ العائله علاه تجبدها؟ واش دخلها العائله؟ علاه توشي ذاك الانسان بعائلته؟ لا ماشي هكا. وي سامتي جمال، نعم غاضني عمري. Un grand joueur, il sort de la petite porte. C'est pas normal. C'est pas normal. T'as vu les autres? Qu'est-ce que le joueur, il n'a jamais existé. Pourquoi? Ce que vous voulez dire? Tu es éclairé. Mon حق تنتقدني. صح. باش يلحقوا. تفوت الحدود. الانتقاد. خلاص لحقت ان سيرتان مومون سي ترو. فاتت الحدود، فاتت التوقعات. انا نقول لك ما غاضتنيش، صراحه غاضتني، ما كنتش نشوف، بصح على بالي كنت نحس. شوف شكون اللي ما يشوفش، يكذب عليك يقول لك ما يشوفش، كاع يشوف. بعدها ولا نضر بزاف صراحه، ما نضر، وقلت نقولوا هلال ما تقراش لي كومونتير، ما تدخلش تقراهم، ركز في خدمتك، ركز في هو ماشي يقراهم بصح يخرجوا له هكذا، ما هو تفاصيل موجود راهم في راسه، الحمد لله اللي ذاك يدير واش دار هلال، يخدم واش خدم هلال، فهمت؟ يديروا يوروا لي حاجه اللي مش عارف قليله اللي دارها هلال. سي ان جوار بروفيسيونيل
لو بلي تيتري لو بلي تيتري في اللي جوال ما كانش جوال في ليكيب ناسيونال تيتري كيما هو. ديروا الاحصائيات كل البالون دور تاعو داو قلعوه له. صعب نقول لك ما غاضتنيش، غاضتني يا عمري، غاضتني بكيت. علاه؟ انا ما نستهلكها في ما نقولش نهايه مشواري باسكو ماشي نهايه مشواري. علاه انا ما نستهلش؟ ميرسي بوكو. انا ما نستهلش صحيت. علاه؟ يا لو كان مانيش مليح ماشي مشكل. قال لي لا بارك الله فيك نورمال عادي جدا. علاه لي زوتر بيي؟ علاه؟ هي هي بوان دانتيروغاسيون. Voilà, ça fait partie du football. Il l'avait, moi, je pense qu'il l'a bien pris. L'essentiel à la fin, c'est qu'il a sa médaille autour du cou, une coupe entre les mains et comme on dit, voilà, le Hadra fil miden. Hilal, li ya'rfou mlih. Hilal yelab le ballon lianou yhab kourat el qadem. Mchi ala jal amwal. Enou houa kourat el qadem yani temchi lou fi dem. Hiya sraha Hilal, mli ya'rfnah, mli ya'rfnah ki kan hna fi dal el hayy. كنا هنا كيما نجمعوا في رحبه وكاع. مازال الهلال كيما هو حتى الان، مازال على اتصال بكل اصدقاء تاع الصغار، مازال كيجي الحي هنايا كيجي الحي الحاجه الاولى كاع يتصل بالاصدقاء تاعو يتجمع معنا كيما كان من قبل كيما راه ضروري. الهلال حتى حاجه ما تغيرتش. مشى بالك وربما مشى للخارج عشاق خويا يعيط لما يجي يدرب مع الفريق يسقسي تحس به باللي الانسان هذا ما تغيرش. الناس كاع يبغوه معاون الناس، ما كاش واحد قصده ورده ما كاش، ويعرف دراهمو وين يحطهم، يعرف واش راه يدير، يعرف ما هو فالس، ما هو خارج الطريق، ما هو الحمد لله يا ربي. هذا هو الاساس، هذا هو اللي نفرح بوليدي. هلال جامي لا يبين لك باللي راهو متاثر ولا حزين، بس خطرات في الداخل يكون متاثر ولكن دائما يضحك معاه. هلال دائما يعطيك ديك الطاقه الايجابيه. سي كانكان سانسير، سي كانكان كي فامي. Et j'ai beaucoup aimé sa franchise, son honnêteté et ce qui est rare souvent dans notre milieu, dans le foot. Il est une personne très gentille et vraiment il est drôle. En plus, il aime beaucoup les gens, il aime dire l'ancien. On avait une relation très proche. Quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, joyeux, avec qui on peut taquiner. Non, c'était quelqu'un qui mettait l'ambiance. Et puis même à l'entraînement, c'était quelqu'un qui était très sérieux. Donc il y avait vraiment un contraste entre le terrain et en dehors du terrain. أكيد هو قدوة هلال السوداني. أصبح ماركة مسجلة على المستوى المحلي هنا، على مستوى تشلفو حتى على المستوى الوطني. الفرق اللي راني نمشي ليهم وندرب فيهم توجور نهضر به هو، نعطيه ان اكزومبل، نعطيه ان اكزومبل للشباب لهذوك لي جون اللي يكونوا، نقول لهم اللي نظن باللي عطانا درس. لا كارير تاع هلال انا بالنسبه ليا لي جون الجيريان يفو كيدوها اكزومبل، قدوه ليهم، باسكو هلال سي ان جوال اللي خرج من البطوله تاعنا وراح لعب اون بليزير كلوب اون اوروب اون بليس يلا غاني بوكو تيتر. Ça veut dire pour moi, il a fait une grande carrière et c'est une fierté pour nous et c'est un exemple aussi. Donc, nous avons eu le rôle ou le slip complet. انا الشيء اللي نتمناه لك مناصر قبل ما نكون احد من افراد العائله، نتمنى كل التوفيق ان شاء الله. انت مفخره لنا ومفخره للولايه تاع شلف لانك شرفتنا. هلال شكرا جزيلا على اللي خليتنا الاسم تاعنا عالي، وشكرا على اللي خليتنا نعيشوا معاك الحلم اللي انت كنت تحلم به والشغف اللي كان عندك واللي كبرنا فيه كامل مع بعض كعائله واحده هي عائله سوداني. Bonne fin de carrière, Inch'Allah qui continue encore à jouer et qui profite bien hein, au maximum tant qu'il peut jouer.
هي مسيرة حافلة للاعب كتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ المنتخب الوطني الجزائري، وكذا بمشواره الاحترافي، ليس فقط رياضيا بل كان خير سفير للاعب الجزائري خارج الوطن. ولمتابعة الأعداد السابقة من السلسلة الوثائقية لا كازا ديال سبور يمكنكم تصفح مواقع البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة. الوثائقي مستمر، وهذه المرة مع فقرة أحببتموها الموسم الفارط، فقرة سؤال وجواب، حيث سنكتشف الوجه الآخر لضيفنا اللاعب هلال العربي السوداني. تابعوا معنا. والله ما طفيش، خليها هكا؟ نعم كل شيء. خلاص هذا. زيد 13 هو يطلع.
انا ريبوندي ليها غلاز الله غالب قال لك ريبوندي هذا سالي بن سيبي تما رجل اختي تما اختي على بالها بلي انا نبغي نثوم عام هي تهبل فيا روح كي تجي ندير لك مثوم كي تجي ندير لك مثوم كي جات درت لي حط لي حبات بيون داجي برك هذا ما قال وكنت انا كي هو اللي باي كي سما من فمك انا بالعاني ما درت لي حبات انا تمسخر بها درت لي مليح الله يبارك بالحراء انا كون درت لي برك زوج حبات برك هذا ما كان هي زوج برك تما راحت كي نبغي نتمسخروا بها نتمسخروا بها انا Dans la même chambre de l'équipe nationale et on a partagé beaucoup de moments ensemble. Hilal, Hakina, le premier stage de l'année avec l'équipe nationale, qui connaît un géré avec Vaïd, où Aïn a quitté le Belgera, où on a eu les Amaran et Blessi, où on a eu le Diaye Khlas et Yatra Ophel Bis. Hakina, on a eu le Mahbis, on a eu le Mahbis, on a eu le Bis. Islam, on a eu le Mahbis, on a eu le Mahbis. صراحة يقولها غير فهم خويا 10 سنين احنا ميم شومبر انا اسلاف
كان هنا قاعد معكم ملعبك. خليني نسقسيك سؤال، في الدار في الدار كي نلعبوا البلايك وكي نرفعك شنو الشعور تاعك؟ هذا وليد اختي صغير ايوب يموت على البلاي ستيشن، سمع على بالي بلي ما يعرفش يلعب، استغفر الله على بالي بلي يعرف يلعب، انا خاطيني شويه مانيش بروفيسيونيل مي صافا ندمر شويه، سمع ما نبغيش نلعب له باسكو على بالي كون لعب له يربح لي. دينا هو انا باين نسقسي كيما كنا نركنا في كرواتيا كنا نربحو كل ماتش على قلنا نزيدو بيت نزيدو بيت غير باش ربحنا كي خلي نشوف هكا يا ربي فريق المنتخب الوطني ولا سجل هدف نفرح هكا تجيني الافتخار في شخص قريب مني راهو في هذا المستوى. هذا خويا الكبير هذا وليد اختي ثاني فارس فارس مو فارس محمد هلال يعيطوا له هلال الله لي يعيطوا له هلال فارس ايه كي كانوا يجوا عندي الدار في زغرب نلعبوا الماتش بيناتنا نلعبوا الشامبي ما يربحوني ميم نكون خاسر معاه نقول نزيدوا بيت نزيدوا بيت لازم الماركينون باش كي نربح نقول خلاص نحبسوا الماتش ضروري تسمى سكاره فارس فارس شغل شغل وليدي فارس شغل الناس
هذه هي سي لو بليز امبورطون بور موا، التقدير والاحتراف.